هنري بيكريل، أنتوني هنري بيكريل، أكمل دراسة الوميض الفسفوري الذي بدأه جده منذ عام 1830، متى بتشع ضوء بعد ما تكتسب الضوء ده في النهار. هنري كان لديه بعض البلورات التي بها يورينيوم والتي تتألق في الظلام. أول تجربه أخذ بلورتين من أملاح اليورانيوم وتركها في الشمس للساعات، وضعها على لوح فوتوغرافي مع قطعة من المعدن. توقع أن يسود هذا اللوح. عندما حمض اللوح الفوتوغرافي وجد أن حدود البلورات وكذلك ظلال القطعة المعدنية موجودة على اللوح. عاوز يفسر هذه الظاهرة. تجربته الثانية كرر التجربة وحط البلورة في الشمس لفترات، ولما حمض وجد إن فيه برضه ظلال. التجربة الثالثة وضع لوح من الزجاج ولوح من الألومنيوم وجرب إن يحطه مباشرة، وجد إن هناك تأثير مباشر على اللوح الفوتوغرافي. بعد كده منع أشعة الشمس، حط اللوح ده في 160 ساعة بعيد عن الشمس واستخدمه، ولقى إن نفس التجارب نفس النتائج بتظهر. إذا هناك إشعاع ذاتي موجود في اليورانيوم، هي أشعة غير مرئية، بتقترح وجود إشعاع ذاتي أو تلقائي من اليورانيوم. التقط بير وماري كوري النتائج وركزوا أبحاثهم على اليورانيوم. بير وماري وجد أن الثوريوم له خصائص مشعة تشبه اليورانيوم، استخدموا كاشف الإلكترونات، خليط من معادن اليورانيوم والبولونيوم والريديوم وأكسيد اليورانيوم، وجدوا أنه بيحتوي على واحد أو أكثر من المواد المشعة. تفكيك أكسيد اليورانيوم من مكوناته، دراسة نشاط الإشعاع المواد اللي حصلوا عليها، عزلوا المواد، استخدموا ما يقرب من 1000 كيلو من المواد الخام للحصول على ديسيمترات قليلة من المواد النشطة المشعة. اكتشفوا الريديوم والبولونيوم. بعد كده دراسة خصائص أشعة بيكريل، بتسير في اتجاه مستقيم، لها تأثير ضوئي كيميائي، بتشحن المواد الأخرى. حصلوا على جائزة نوبل الثلاثة عام 1903 في الفيزياء عن جهودهم في اكتشاف الإشعاع التلقائي لبعض المواد وخصائص هذه المواد المشعة.